ادعو كذلك بالشفاء العاجل للرئيس بوكر المسعود وعودت إلى أرض الوطن. بخصوص سؤالكم، ماذا حقق الميثاق بعد 6 سنوات؟ الميثاق، السؤال نفهمه من صيغتين، نفهمه بحسن نية أنه ينطرح من الناس اللي مأملة الكثير والكثير في الميثاق، وهي اللي نختار نجاوب ونعرف ذاك الطموح والآمال اللي معلقة على الميثاق. غير ملي نختار دائما نتذكره على أن الميثاق، على أنه يعني مشروع عنده وثيقة عنده مطالب. هذه الوثيقة وذي المطالب الميثاق يحاول أنه يصنع لها رأي وطني، ياك أنه يتبنى معه ذي المطالب وذي الوثيقة، ياك تعود عادت مطالب للناس كاملة ومطالبة بها الناس كاملة. يعني هو قوة اقتراح ويشخص الوضع، وفي المقابل يطالب السلطات على أنها تحل المشكلة. أستاذ عبد الله، هو قوة الاقتراح والمطالبة مفهومة في السنة الأولى، مفهومة في السنة الثانية، لكن أي جهة تقترح وتطالب وتتظاهر المفروض أن تعد الحصيلة تشوف نرى إيش تحقق. وهذا السؤال سؤال مشروع، مشروع سؤال مشروع، يلا طرحوه أنتم بقى على رؤوسكم مشروع، وفي كل الأحوال سؤال طرحوا أيضا الرأي العام، يلا يقدم له مشروع، تقدم له حصيلة. شوف الميثاق بدأ بوثيقة شخصت حجم الخلل وحجم الظلم وحجم الغبن والحيف وفق تحليلكم اللي تعاني منه المكونة اللي قال الحراطي، ذيك الأرقام اللي قدمت في ذيك الوثيقة، ذيك مظاهر التهميش، ذيك مظاهر، ما الذي تغير منذ أن تأسس الميثاق 2014 ليس كذلك حتى الآن؟ ما الذي تغير؟ شوف ياك، ما نبدأ وبماذا تحقق، خلينا نقوله ماذا قدم الميثاق. الميثاق فعلا جاب هذه الوثيقة وجاب هذه الأرقام، غير هذه الوثيقة وذي الأرقام لا بد لها من هيئات ومد جماهيري يعود مراها. شعد الميثاق خصوصا في السنة الماضية، استطاع لأنه يشكل هيئاته بدءا باللجنة الدائمة والمجلس الوطني ولجنة الحكماء. اليوم الميثاق مات لذيك الوثيقة اللي مطروحة، عاد ميثاق إطار عنده هيئات، وهاي الهيئات مفتوحة قدام كل الموريتانيين. وإذا بالنسبة لنا احنا مكسب كبير على أن الموريتاني اليوم مفتوح قدامهم ذا المشروع الجامع، مفتوح قدام أي حد مؤمن بذي الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للحراطين، بغض النظر عن لونه، يسوى كان بيضاني، يسوى كان حرطاني، يسوى كان كوري، هذا ذي الناس كاملة الميثاق مفتوح قدامها. وبالتالي يجي حد يقول إن الميثاق حقق لأنه عاد إضافة في ذي قال له زيادة الوعي بالمطالبة بالحقوق المشروعة في الدولة العادلة اللي ما فيها ظالم ولا فيها مظلوم. هذا هو اللي قد يعدل الميثاق. يا طير في المقابل ماذا تحقق؟ أستاذ عبد الله، تمام، المهم أن نفهم عن موريتان الميثاق ما هو أول تجمع فيها يخلق يطالب حقوق الحراطي. الحركات السياسية من ساعة تأسست الدولة كلها عنده سهم عدلوا في قضية الحراطي، وفي حركات تأسست قاعد لا ياك تحقق الحراطي، وفي منظمات حقوقية منها في ما جديد عن فيه هيئات الطالب حل قضية الحراطي، أعتقد أنها موجودة موريتانيا. مد الجماهيري ما هو طاري، يعني اللي فات خرجوس المد الجماهيري وراء حركات إيديولوجية وراء أحزاب سياسية وراء منظمات حقوقية، لذلك لا يعود مفيد حتى بالنسبة للمشاهد هو أن يعرف اللي قديته تحقه عمليا. والله من اللي ما قديت تحقه وتقدوا تقولوا إحنا رانا طينا 6 سنوات إحنا نزقوا في الشوارع ونتظاهروا لا تحقق شيء وشوفوا لكم طريقة أخرى. شوف، هو بالمناسبة راني نحيي ذي القوة كاملة اللي ذكرت على أنها كانت تتناظر وتطرح قضية الحراطين، ونأكد على أن الميثاق جاء نتيجة تراكمات نضالية. غير الإضافة اللي ضاف الميثاق على أنه شخص المشكل وقدمها بلغة الأرقام وقدم مقترحات وجسدها في وثيقة. اليوم السلطة ما تقدر تقول
أعلن ما فيه وثيقة تشخص بالأرقام المشكل وتقترح الحلول. نحن يفهم المشاهد أعلن ما لنا في السلطة ولا عندنا زمام الأمور، عندنا نقولوا بلاد الوجيع ذهب. ذا هو بلاد الوجيع. بلاد الوجيع منين؟ بلاد الوجيع عند في الحمالة، اللي الواحد منهم يعود يظل يرفد الزقايب ويروح في الليل فتران، دخل زهيد المدرسة اللي في زرو القراي ما طلع، المدرسة الحرة ما يقدي يبشيلها يشيرو باللي ما عنده له راتب يقدي يسمح له بانه يعود يدخل تركته في ذيك المدرسة. الشخص ذا النوع من الأمراض ونطالبوا السلطة لأنها تحلوا باش بأنها تصلح التعليم، يعود التعليم مفتوح وصالح ومفتوح لجميع أبناء الشعب الموريتاني. عندنا نقولوا علن فيه مشكل الأوراق المدنية، وإذا ما زلنا نتقدموا لقدام لا نطرحوا. عندنا نقولوا حنشوي عندنا نقولوا ردك السؤال اللي تحكي حنيني التشخيص ويد المشاكل، مشاكل تعرف الناس ما تحتاج قاع ما تحتاج لحد يقعدها بيها، خصوصا الناس اللي تعيشها. يا غير انتم يا لا تعودوا قلتوا ندركك ونطرح سؤال بطريقه اخرى، ندركك ونستوى الميثاق كنتوا عدلتوا تقويم، انتم مثلا قلتوا عنه الميثاق عنوان ميثاق الحقوق السياسيه الاقتصاديه الاجتماعيه للحراطين، هذه العناوين الحقوق السياسيه للحراطين عاقب 6 سنوات من الميثاق شطرة فيها تحسنت تراجعت بقات على حالتها، الحقوق الاقتصاديه الحقوق الاجتماعيه اذا هو اللي نختار اللي عاد عندكم فيه معطيات يعود مفيد به اللي يقوم يعرف كان الجهد اللي تعدلوا كانوا جهد اعطى نتيجه والله كانوا كيف يقول بعض. هذه فرصه يعد فيها شن الرياضه كل 29 ابريل جار فيش الناس تقص صور وتقول عنها عدلت كل شيء وهي في الحقيقه ما عدلت. شوف نحن السنه الماضيه عقب 29 ابريل 2018 مع انها كانت قريه من رمضان الناس كانت صايمه رمضان وهيئات الميثاق تشتغل تطرح خطه عمل. ذي خطه عمل كان من بينها تنظيم ندوات ورحلات وقوافل شور الداخل خلال سابق ذي المسيره، وعدلت ندوه في الجانب الاقتصادي وعدلت ندوه في الجانب السياسي وعدلت ندوه في الجانب الاجتماعي. ذي اللي وعدلت في الجانب الاقتصادي اتطرقت للي قال له موضوع التمييز الايجابي، ذي قال له منح الصفقات وذي قال له منح القروض. كذلك في الجانب السياسي الميثاق عدل ندوة اطلق من خلالها نداء للقوى السياسية كاملة موالاة ومعارضة من أجل إشراك الحراطين في ذلك قال له التمثيل السياسي، وكانت عنده انعكاسات إيجابية خصوصا على معظم الأحزاب الوطنية اللوائح النيابية كان رأسها واحد من ابناء الحراطين والله امراه من بنات الحراطين. واذا كان نتيجه لذاك النداء وفعلا النداءات المتكرره من نحن ما نتنكر من النضالات الناس الاخرى يا غير نقولوا عن ذيك الندوه السياسيه اللي وعدلت سابق الانتخابات البلديه والنيابيه في المره الماضيه كان عندها الاثر السلبي فعلا ما هو كافي ويلا نزيدوا النضال ويلا طيب خلينا النقطة المتعلقة بالتمثيل السياسي. الوثيقة التأسيسية للميثاق اللي خاطر 2014 عكست أرقام اختلال على مستوى البرلمان وخرجت انتخابات، من درى إذا كان عندكم معطى إحصائي يوضح نسبة تمثيل نسبة وجود الحراطين في البرلمان برلمان 2018 مقارنة مع البرلمانات الماضية، يا شعود لغة أرقام كان عندكم أرقام. شوف هو فم رواية مولية رانا ننطلقوا منها على اللي قال له التمثيل السياسي، فم دوائر انتخابية رأس اللائحة يطلع بحكم النسبية يا غير في الداخل، والداخل فيه مشكلة العبودية السياسية تجبر 10,000 5,000 ناخب متحكم فيها شخص واحد، هذا الشخص يعود بحكم مكانته الاجتماعية هو اللي يترشح. نحن نطالبه كذلك نطالبه من الأحزاب يسوى موالاة ويسوى معارضة على أنها في الداخل تم ترشح الحراطين ياكنهم يوصلوا للتمثيل السياسي ذي اللي خلق في نواكشوط نختيروه ينتقل للداخل ياك يعود عاد عندنا برلمان يعكس التنوع. سؤالي بالنسبة للبرلمان كان عندكم أرقام في
في العدد الحضور الان في البرلمان قياسا على 2014. شوف ياك نوت صريح معك على مستوى نواكشوط، مستوى نواكشوط اللوائح الجهويه، ها قلت حد يقول اعلن كان فيه تحسن على مستوى اللوائح الجهويه النيابيات نواكشوط، لان راس اللائحه بحكم بفضل ذاك المجهود وذيك الندوه سمح ذاك اعلن دخله النواب من الحراطين، يقير النواب اللي جاوا من الداخل والنواب جاوا من مناطق اخرى ما غيروا شيء، وبالتالي عاد عند عندك برلمان اليوم منين تخرصوا نسبه الحراطين فيه قليله ونحن معترفين به ونطالبوا لعلن يعود فيه برلمان يعود يعكس التنوع العرقي له الموريتاني، يعود حد شاف ويعرف انه برلمان هي الموريتان ما هو برلمان مد اخرى. مقاربه التمثيل والالحاح عليه المقاربات اللي فيها نقد كبير لها على مستوى بعض قطاعات الرأي العام، تقول انها حولت القضية شور قضية منافع أو قضية وظائف، تقدموا شورها الواقيج ويراوها وتحل مشاكلهم كأشخاص، لكنها ما تنعكس على المكونة، ويقولوا أصحاب الرأي على أنه موريتانيا ما لها عاد الوزير الأول فيها حرطاني، موريتانيا قليلة فيها ما قطعت عليها حرطاني، الهيئات العلمية الوطنية، المجلس الدستوري، المجلس الاقتصادي الاجتماعي، إذا عادت القضية كأنها تختزل في التمثيل السياسي، ويعقب التمثيل السياسي ولا التمثيل الانتخابي يحل مشكلة أرواقيش أفراد غير ما يحل مشكلة مكونة وطنية كبيرة. شوف إذا ينفهم من رقاش عنده ينطلق من تحليل معين، يا غير يالته هو مولي يفهم الناس الأخرى اللي منطلقة من تحليل ثاني باللي شي من الناس مونك عنده على انه يعود يشوف ذيك الصوره اللي تعكس تنوع الموريتان، وبالتالي برلمان 95% منه من الحراطين هذه الصوره حقيقه مشمئزه وتخلع على موريتان، ومنين يعود مولي العكس تعود 95% منه من مكون اخر لا تعود صوره تخلع على وحده موريتان، وبالتالي زين فينا اولا نجبروا صورة تعكس وحدة الموريتان في التمثيل السياسي، رانا ذيك الساعة نعود نتخطاو شهر المرحلة الأخرى وهي مرحلة منظرة كان ذا التمثيل السياسي جايب نتيجة والله ما هو جايب نتيجة نعود عدنا ننتقدوه، وهون هو اللي لا يسمحني بنقول على نحن نتوضعت عندنا التمثيل السياسي يعكس وحدتنا ويعكس تنوعنا، ذيك الساعة لا نتخطاو شهر سياسات وشهر مقترحات عملية تعود تقبل بعين الاعتبار ذي المشاكل التاريخية اللي أنا والأرقاء والأرقاء السابقين. إياكم اللي ما تعود الحلقة حق بعيد شوي من الواقع، خلينا نقول شور الميدان شور أمور تعود أقرب هي للمشاهد. نحن هذا لا اذا كان ما بعيد من المشاهد يعني شوي هذا الاول اللي رفعته في الوثيقه، وثيقه نحن الوثيقه رفعنا فيها السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه، وانا اخترنا يعرف المشاهد حصيله اللي خلق سنتين في الحقوق السياسيه وقدر انا في الحقوق الاقتصاديه من درس خلق من درس اثر مطالبكم، شفتوا قضيه الصفقات وقضيه الولوج لها قضيه رجال الاعمال قضيه ايضا هذه حصيله في شنو نحن استاذ يلا نحن اللي يندار منا هو علينا نعود لبينة إضافية في اللي ينقال له صناعة الوعي، ذا اللي يتحقق تسأل عنه لا الدولة لا السلطة. نحن مثلا في الجانب الاقتصادي نطالبه بعلن يخلق تمييز إيجابي لذا اللي ينقال له الحراطين في منح الصفقات والقروض، وياك نعود قريب شوي للمشاهد ندور مثلا هذه المشاريع اللي عندها علاقة بذي المكونة اللي ينقال لمكونة الحراطين، كيف تبيعات النعناع وكيف تبيعات كسكس وكيف بوزات، هذا أنشطة اقتصادية اللي قال لها شنو انها تنظم وتندعم وتفتح لها مشاريع اقتصادية مع دار الدولة وكالة كبيرة كان وكالة التضامن ذاك ما زدت شايو عندها ميزانية كبيرة ذاك ما زدت شايو ذاك ما زدت تومر يلا تعودوا تعترفوا ذاك ما زدت الدولة ياك تقد ياك تقد شوف ذاك ما زدت شايو وقال حني عبد الله انت بديت حديثك بتهنئة العمال طبيعي يا اخي فاتح مايو يعني انهم كاملين، وذاك ذكرنا بالنفس النقابي القاعدة النقابية فيها عن حد خذ وطالب اعترف وطالب في وكالة قالوا كانت تضامن كبيرة وخسارة الدولة ميزانية كبيرة، لين ما تعترفوا له باللي معدله
ثم لا تطالب وتوب ولا تعترف باللي خلق ما يعاون حتى. شوف ياكني نكمل الفكرة اللي كنت نقول، قطعنا احنا الشخص الواقع ونقترح له حلول. مثلا ذو بوزات وذو بيعات كسكس وبيعات النعناع وذي الطبقات الهشة، هذه أنشطة اقتصادية فاصلة في التمويل وفاصلة في الدعم وينفتحوا لها مشاريع اقتصادية، هي ما عندها رأس مال وارثته من أبواتها باللي مادة جاية من تاريخ الموريتان فور متوافقين عليه، تاريخ فيه العبودية وفيه الفقر وفيه الجهل. يعني عاد موجود صندوق الإيداع والتنمية، يلا يقبل التاريخ بعين الاعتبار ويرصد ميزانية لتمويل مشاريع ذنبتها، هاي المشاريع لا يتعود عندها انعكاس إيجابي على هذه الطبقات الهشة. يقول هذا ما هو اللي يخلق، اللي يخلق على أنك أنت صندوق الإيداع والتنمية اللي وسدده هذه الميزانية، بدل من توجه شور ذي الطبقات الهشة لكنها تلتحق بالركب وتعود على نفس الأرضية مع أخوتها من المكونات الأخرى، تنقبض الفضاء وتمول بها مشاريع بطرق ملتوية الشخصيات بحكم نفوذها السياسي، الواحد يمول له مشروع 200 مليون 400 مليون، وفي نفس الوقت أنت الناس اللي فاصلة وإذا مقبوض على ظهورها ما يجابر الدعم ولا يجابر تمويل مشاريعها الأخرى. يعني بعد الناس اللي تستفيد أستاذ عبد الله من المكونات كاملة، وحتى للامانه في واحدين قاعد كانوا معاكم في الميثاق مش معاكم في المسارات استفادوا من الشمس، غير كيف قلت تبين عم استفادوا هما كاشخاص وبقات الصقاع. اياك ما انه ما 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 تنحصر الاستفاده في زيد والله عمر الدوله، يلا قاعد تقل شور الجمهور المستهدف. انا قلت لك بيعات النعناع وبيعات كسكس وبوزات، حتى السباقات اللي يسبقوا الملاحف ينفتحوا لهم مشاريع اقتصادية يتموا يتكونوا فيها وتم بضاعتهم، قادر ان هم هذو الملاحف اللي عدلوا هم هذه الخياطة حد قبلها وطرحها في زر ملحفة جاية من السودان والله جاية من بلاد أخر، إذا قال له كنيبة وذا النوع الأمور، مع أن الفارق السعر واعر ذوك اللي يجي من مرقب، هم هذو الحرطانيات اللي هون اللي يسبقوا ويخيطوا مبدعات كان تشبه اللي يعدلوا قمة في الإبداع. ما حدا قاعد تختزل القضية في تعيين زيد والله عمر والله تمويله مشروع، هذا وجه شور الجمهور. ندرك هذه الأفكار كانكم أنتم على مستوى الميثاق قطوا تواصلتوا مع الجهات المعنية وقلتوا هذا صيغة مباشرة، والله لا تختيروا التم وتقولوا هالهم لا في التلفزة، نحن ما نقولوها لهم في التلفزة ولا نقولوها لهم في المسيرات، نحن أطلقنا نداء له الموريتان كاملين موالاة ومعارضة نخبة والشعب وحكومة عن فيه مشكل ينقال له مشكل الحراطين، هذا المشكل يحتاج على أن أولاد موريتان كاملين يقعدوا على الطاولة ويشخصوا إياك يجبروا له حلول، مو من أجل الحراطين وحدهم، من أجل ضمان التعايش السلمي بين مكونات موريتان. لين مشينا على ذاك الجانب الاقتصادي وذيك المشاكل اللي فيه، لنقيسوا جانب التعليم. انت اليوم موريتان التعليم فيها في حالة سيئة، جميع المكونات بيضان وحراطين وكوار، يقر الحراطين عندهم حالة استثنائية. مثلا نعطيك بالأرقام، انت مثلا في قضية التعليم مقاطعة باركة والهذي اللي فيها 8 بلديات وفيها مد ديموغرافي من ساكنة من مكونة الحراطين، تعرف على أن السنة الماضية ما قد يعدل فيها بكالوريا لأن ما فيها السنة السابعة. أنت تعرف على أنك في بعض من المناطق في الداخل اللي فيهم الحراطين إلى اليوم قريب من 50 مدرسة مازال مقفول ما فاتجها قراي. انت نتعود تقعد وتقول الحل في التعليم الحل في التعليم الحل في التعليم، انت لا يتعلم منهم، يتعلم حد ما عنده تواقط ما عنده اوراق مدنية، تجبر مواطن حني شوي نكمل الفكرة مهمة علي، تجبر مواطن في بلده ما عنده اوراق مدنية ما عنده اوراق مدنية نعرفه شنو مشكلته؟ الحالة المدنية مفتوحة قدام الناس كامل وكل بلد موجودة وتتعدى الإجراءات بشكل هي الساعات ما عنده هي قاع الناس يغى الناس ما يواحد في أحد جاي من أسرة مهم عندها الأوراق ومهم عندها تعليم.
يا غير فيها واحد أسرته نظرا لأنها قط مارست عليها العبودية وهي تعاني من الجهل والفقر، بالنسبة لها قاعد هذه الأمور ثانوية ولا مهمة، أهم منها حد يقبل يشير ويديروا على الشارع يتم يدخل له 500 وقية. هذا موجود يا غير ذلك، هذا هون هو البلد منين يبدأ دور الحكومة على أنها تعدل تعبئة وتوعية لذي الفئات اللي ننظروا نحن من أجلها. حنين شوي هذا الخطاب، هذا الخطاب، هذا الخطاب الحقيقة قلتوه ياسف المرات وقالوا واحدين أخرين، واحد ما عاد وعاد واصل ويقول البعض عن دليل أنه وصل هو أن المسيرة لخرجة العام لأنها جاءت فيها مشاركة واسعة، لكن في المقابل في خشية من المشاركة الواسعة اللي خرجتها على تعود حالة انتهازية، خاصة نحن بين يدي الانتخابات الرئاسية، وأنه الجميع يختار راح حرارك أنه مقتنع بأنك يستفيد من خزان الانتخابي الإحراطين، وأنها ليست صحوة ضمير وإنما تسلق انتهازية. لنسمع إجابة منكم للسؤال بعد فاصل قصير، فإن كان فاصل قصير واصلوا بعد حلقة الليلة من برنامج الصميم التي نستضيف فيها القيادي في ميثاق الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية الإحراطين الأستاذ عبد الله المرزوق. لا تذهبوا بعيدا. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الثاني والأخير من حلقة الليلة من برنامج الصميم التي نناقش فيها مسيرة ميثاق الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للإحراطين بعد 6 سنوات من تنظيمها. ضيفنا القيادي في الميثاق ورئيس لجنة الإشراف على المسيرة الأخيرة الأستاذ عبد الله المرزوق. أستاذ عبد الله، يسابق الفاصل طرحت لكم سؤال عن ميزة مسيرة هذه السنة. مسيرة هذه السنة طرحتوا لها شعار إنه حل قضية الإحراطين أساس لضمان للتعايش السلمي في موريتانيا، وكان لافت إنه كان فيه مشاركة، دعوات كبيرة للمشاركة من مرشحين في الموالات وفي المعارضة، ولكن هذا طرح نقاش محتدم الآن على وسائل التواصل الاجتماعي حول هذا الذي حصل. درى كان صحو الضمير جمعي جاته ولو متأخرة، درى كان حالة ما حالة انتهازية معدلينها المرشحين ياكي حضروا مثل المخزون الانتخابي الكبير اللي قالوا الإحراطين. تحليلكم في الميثاق لميزة المشاركة هذه السنة في المسيرة؟ شوف نينا الحقنا المسيرة، راني بالمناسبة نحيي جميع اللجان اللي شرفت على المسيرة، لجنة التنظيم ولجنة التعبئة والتحسيس واللجنة الإعلامية والناس كاملة من التحايا ما شاء الله دار تراجع الناس كاملة اللي ساهمت في هذا. بخصوص المسيرة والناس اللي شاركت فيها، نحن نطالب بحرية الرأي، معناها مهم عندنا نتمو نحترموا الآراء يا غير مولي. ذاك اللي ظاهر نحن وذاك المشروع اللي نسعاوله مونك عندنا الموريتان كاملين تجيه وترفضوا معانا لأنه همه الموريتان وذي قوتنا
وراني بالمناسبة نهنئ كذلك الناس اللي شاركت في القضية، مونك عندنا إن الناس كاملة جات. يا غير مولي ما يرخينا له يا كان الناس جاتوا اليوم ومشات عنه الصبح ولا فطنتي حل ذيك المشاكل قبيل اللي كنت نقول لك، وبالتالي هي فهم مطالب وفهم واقع. ذي المطالب لين تتحقق ويتغير هذا الواقع شعور الأحسن، وهي الراجين لا ينوخذوا السنة الماضية محتفلين بطي ذيك صفحة الظلم والغبن والتهميش، ولين ما تحقق ذيك المطالب ويتم الواقع نفس المطالب. هل الميثاق الناس المؤمنة بالمشروع الناس المؤمنة بالفكرة لا يتوخذ السنة المقبلة عندها نفس الشعارات وعندها نفس المطالب؟ يا كان الصحة اليوم جاها لأمر ما والصبح عاد لا يقعد عنها، هذه ما هي مسؤوليتها الميثاق، لأن احنا بعد اللي راجعين على أن يعود النداء وصل للناس كاملة والناس كاملة اقتنعت به والناس كاملة عاد عارفة أنه هم الموريتان والحقه الموريتان يحلو. هو الحقيقة حد رجع شوي للمسار الميثاق ليشوف أنه دي الفكرة حضرت فيه من البداية، وأنه حتى في تشكيلته في تأسيسه وفي كان ناس في المولات وفي ناس في المعارضة، لكن اللي خلى درك الموضوع ربما يطرح بنفس الإلحاح ما هو نعم. ربما فقط قوة حضور بعض الناس وإنما أيضا قوة غياب ناس آخرين بشكل أكثر وضوح. شوف شنو اللي خلى مثلا الميثاق يطرح قضية الحقوق السياسية والاقتصادية والحراثيين يغيبوا عنه شخصيات تعتبر شخصيات مهمة جدا في القضية؟ لماذا غاب التحالف شعب التقدمي وغاب عنه مسعود من تسنس؟ لماذا غاب عنه بيرام؟ لماذا غابت شخصيات تعتبر في الوعي العام وفي الرأي العام أنها شخصيات أساسية في المجال؟ ما يدل عندكم عنه الميثاق عنه اللي فيها؟ شوف نحن بعد يلا ياكن نتقدم شوي وتتقدم موريتان، يلا هاي فكرة أن قضية الحراطين تستقل يسوى من طرف السياسيين ويسوى من طرف الحقوقيين، يلا نتجاوزوها لأن هي ما هي بضاعة ياك تستقل، هو واقع وذا الواقع إلي ما يتغير لا يتم ذا الخطاب اللا موجود ولا يتم ذا الطرح اللا موجود. إلين تعود أنت تعدل دراسة وإحصاء 1500 أسرة وهي لك 2000 شخص فيها ما عندها أوراق مدنية، هذه الناس لا يتم الواقع لا موجود، وبالتالي القضية أكبر من قضية أنها تستقل الموسم السياسي والله موسم انتخابي، القضية قضية وطن وحلها ضمان الأمن واستقرار البلد، وبالتالي يا الله الناس تفكر تفكير على نهاية القضية. أستاذ عبد الله كلام عام أنا طرحت لكم سؤال محدد ولا يزيد تحديد. إحنا الآن في المسيرة اللي انتهت يعني كانت قبل يومين فيهم مرشحين شاركوا فيها ومرشحين فيهم واحدين معارضين وفيهم ممثلين مرشحين موالين، في حين فيه مرشح اللي هو بيرام اللي واحد من الناس اللي يرتبط بالقضية وارتبطت به بشكل كبير غاب، يدل في مشكلة. المشكلة شنو؟ من دركان كان مستوى الميثاق درست المشكلة وتعرفوا تصارحوا بها الرأي العام تقولوا شنو؟ هو الميثاق ما عنده مشكلة، الميثاق عنده خطاب عنده مطالب عنده وثيقة، ذي الوثيقة مخاطب بها السلطة يقول له يا السلطة لحقك تحلي مشكلة الحراطين، مو من أجل الحراطين من أجل موريتان من أجل التعايش السلمي. هذه هي الرسالة اللي راق الميثاق على أنه يوصلها خلال ذي المسيرة، بلي هاي المسيرة جاءت في ظرفية استثنائية موريتان قدام انتخابات رئاسية لا يتستقبل نظام جديد ولا يمشي ذا النظام. اللي قال الميثاق يوم 29 أبريل يا النظام ويا الحكومة سابق تغادروا السلطة، عندكم مشكل يهدد وحدة موريتان، عندكم مشكل حقيقي يالتو ينحل اللي هو مشكل الحراطين، ويلا ديروا في سياساتكم وبرامجكم وخططكم التنموية وتقبلوا بعين الاعتبار وضعية هاي المكونة اللي قالها مكونة الحراطين. ما جابت أنا حنيني ونفس الطلب شفنا في المسيرة، شفنا فيها محمد المولود، شفنا فيها سيد محمد البكر، شفنا فيها كان حمد بابا، شفنا فيها واحدين يمثلوا مرشح محمد الغزواني،
ولا شفنا فيها الغرام اللي يرأس حركة تعتبر من الحركات الأساسية مشارف الحرف العبودية. ليش شنو سببه؟ الرأي العام من أحد احترم زاد ويقول له تم يعطيه الأخبار خصوصا أنه غالبا لا يعرف ما دعيتوه. الرأي العام الرأي العام لا يعود هم عنده على أن ينسمع له مشاكله ويلود لها الحلول، ينسمع له مشكلة الفلاحين اللي ترابهم مقلوعة منهم في الشمامة وفي الركيز وفي الأعصاب وفي غورغل بسبب العبودية العقارية، ويطالب من الحكومة يسوى ذي ويسوى ذاك المزاد جاية لأنها تحل ذلك قال له مشكلة العبودية العقارية. المشاهد أهم عنده أن حد يشخص له واقع التعليم، بل التعليم اليوم بدل من أن نعود أن نحارب التمدرس المدرسي ونشجع الناس أنها تمشي تقرأ، عادت الحكومة تسن قوانين تحرم بعض مكونات المجتمع الموريتاني من التعليم. مثلا التنيت أو حنين أنا حنين أستاذ أنا طرحت مسار طريقة أخرى أستاذ المشاهد قد عود هم عنده ذي الفكرة المشاهد حن شوي نوصل له أنا ذي الفكرة لا أقول لكم أنا الفكرة الأخرى لا نوصل له أنا بتوني الفكرة عن قضية النضال من العبودية لأنها عندها أحزاب وجماعات وحركات هي اللي ناضلت في نازلة بشكل كبير، وأن فيه أحزاب أخرى ومنظمات أخرى ومتسلقين أخرين جاءوا هامهم يختطفوا القضية. قضية إحراطين من عد ما حاضر لها التحالف ولا حاضر لها حركة الحر ولا حاضر لها مسعود ولا حاضر لها إيراع ولا حاضر لها، وجاي أحزاب كيف التكتل وكيف تلف بي وكيف التواصل وكيف شخصيات اللي بي أر وكيف هذا ما نهنا ما هذا قضية إحراطين، هذه قضية جماعة من المتسلقين حسب اللي ظاهر للبعض جاية لا يتقبل قضية ما هي قضيتها، وهل القضية أنفسهم غابوا؟ هذا السؤال يطرح حد عنده جواب إليه يجاوب وحد ما عنده ما اللي لأنه ما الله يغير يقد يعود عنده شيء أهم عند المشاهد وهم عند النخبة وهم عند الموريتان اللي هو ذا القانون قلت لك للناس يا الله تعود تحارب التسرب المدرسي على أن السلطة عاد تتسن قوانين تحرم بعض مكونات الشعب الموريتاني من التعليم. أنت تاني تقول لي حد عنده 22 سنة إذا ما يجبر معدل 5 ما يقدر على البكالوريا. أنا أختار حنيني عبد الله أستاذ أستاذ, أستاذ أستاذ والله أقول أنا كمان مجاوب لي مني أستاذ حنيني بعني نوفي لك نكمل نتكمل هالركة نكمل هاي فكرة القانون لأنه قانون خطير. هذا القانون معناه على معظم الفقراء لا ينقال لهم أنتم ما ينحرموا من حقهم في التعليم وخاصة منهم اللي ينقالوا الحراطين. أنت يعود يشير من الحراطين في الحالة العادية قاع العاد لا يحصل على تواقته وذي قضية الأوراق رانا نتكلمنا عن ذيك المشكل ولا يقيس المدرسة عنده أسبع عمال. لا تنسى لأنه هو القراي ما يجي في الوقت عدل أربعة شهر ما أجبر قراي وبالتالي حنين شوي أستاذ ذي الفكرة قلتوها مرات ذي الفكرة مهم عندي إياك أني أطالب إياك باسم الميثاق أنا عندي محواب كامل إياك باسم الميثاق أطالبه أطالبه من السلطات على أنها تعيد النظر في ذا القانون لأنه عاد عنده أثر سلبي على الفقراء بصورة عامة والحراطين بصورة خاصة. الناس أولادها عادة في المبدية وذا هو الخطير على وحدة موريتان وأمنها واستقرارها. الناس يا الله تقرر جاوبنا على السؤال عندها تعليم واحد الناس كانت تحت سقف واحد جاوبنا على السؤال ياكن ذاك يعزز بينها الروابط جاوبنا على السؤال ياكن 15 محور أخر السؤال اللي طرحت لكم جاوبنا لي السؤال قلت لك عن المشاهد نحن ماكم جاوبنا لي طيب نحن خلاص عندكم الحق ما تجاوبوا لي نحن عندنا 15 محور أخر بالنسبة لكم الآن شن هي أهم الأمور اللي ظهر لكم أن يا الله يتجسد فيها حضور الواسع شن هي انتظارات الميثاق من الأطراف كامل درا كان سواء أطراف اجتماعية سواء أطراف ثقافية سواء أطراف سياسية انتظاراتكم منها في المرحلة القادمة شيء تشوف نحن ذاك النهار في المسيرة سابقة على المسيرة قلنا عنها لا تخلد تحت عنوان حل مشكل الحراطين ضمان للتعايش السلمي والخطاب اللي لقى الرئيس كان خطاب يحمل عدة رسائل من أهم الرسائل على ذي النخبة من مختلف مكونات الشعب الموريتاني اللي رافع هذه المطالب على أنها دارت الكرة في مرمى ذي الحكومة ذي النظام والنظام اللي يجي من بعده على أن الشعب الموريتاني حمل المسؤولية مسؤولية أنه يحل مشكل الحراطين من أجل الضمان التعايش السلمي. اللي نحن نطالبه من ذي الحكومة ونتطوره من النظام الجاي
هو سياسات جادة، إرادة حقيقية وسياسات جادة لانتشال الحراطين من مستنقعات الفقر ومستنقعات الجهل باللي انت تشوفه المقيطي ذا في نواكشوط، أزيد من في عشرات آلاف الأسر 95% منهم من مكونة الحراطين. المقيطينين تجيه الصورة تتحدث عن أنفسها، صورة تحكي عن فقر، تحكي عن جهل، تحكي عن تهميش، تحكي عن ناس عايشة في البرقة تحت وكأنها مدة تعيش الغربة في وطنها. نتقيس الدار البيضاء كذلك، نتقيس الكوفة كذلك، يعني هو ذا قاعد في العاصمة. تشخيص يا أستاذ عبد الله، نحن تشخيص معدل راسه، معدل راسه، ما في حد له يؤخذ ما شافه. أنا سؤالي انت بانتظاراتكم بشكل محدد، من درك كانوا المترشحين على الاقل اللي مجبرت تبون خلي واحد منكم، واحد منهم ما رايتوهم، ولكن اللي قبل نقول لكم ما رايتوهم، اللي بعد منهم مجبرت واللي جاوكم، انتظاراتكم منهم شنو؟ انتظاراتنا من الناس كامله عقب التشخيص تحراو وردي ناس، والمال هو المرض، ولا انت محتاج مشهر كيف قلتوا دارك نتحراو لا وردي ناس، وردي ناس عند السلطه يسوى ذي ويسوى ذيك اللي يجي عاقبها طالبين منها صلا انها تجيب لنا وصفه طبيه ناجعه. قلت قبيل عنكم قوه اقتراح، ترى كان عندكم اقتراحات محدده، ما هو ذا الكلام العام. ما انا قلت لك قضيه، اولا تعود اراده جاده، اراده جاده عند النظام. نجي الاراده تجي سياسه حكوميه تقبل بعين الاعتبار في خططها التنموية ذا التشخيص اللي قلت انت انه مات لا يحتاج حد يقول. من اهم اللي ميز مسيرة السنة مشاركة نواب وناس مقربين من مرشح اللي يعتبر مرشح النظام محمد الرزواني، حضروا لاحظناهم في الصفوف الامامية بالمسيرات، مع ذلك ما عندنها ارادة، الارادة دي كانت تقول من اللي تحيط وما شاء الله عدت قدر من التحايا في البرنامج. هذا شنو رأيكم فيها؟ نحن اي حد شتي هاي القضية اللي قالها قضية الحراطين، يلا تعود أكبر من التجاذبات السياسية، ويلا تعود أكبر من اللي تختزل في مكونة والله عرق، هي قضية موريتان ما قد تقدم ما انحلت قضية مشكلة الحراطين، وبالتالي نحن نذمنوا على أن حد يتبنى الفكرة ونشجعوا بلي يقع فكرته، هي هاي القضية قضيته هو قضيتك انت وقضيه واحد اخر حشوي يقال لهم ولي عن السلطه على الاقل ترشح موقفها ما دام انت مرشحها تعاطى معكم بالطريقه. شوف نحن بدايه تحول، نحن خالق شيء كي قلت لك قبيل، يا الله يجد عليه الموريتاني ويجد علينا احنا، لان نحن اللي ناظروا من اجل واقع ذوك ويراعى فيه. قلت انت انه تشخيص الناس فر تعرفوا حد قدم فيه شيء، ما هم اللي مقدموا نحن يعودي منه علينا، ولا هم قدموا ذوك الحراطين، مقدموا الموريتان. باقي دقائق شوي قدموا الموريتان، وبالتالي نحن طالبين من المترشحين كاملين على انهم يعودوا عارفين عندهم مشكل حقيقي ينقال له مشكل الحراطين، وانهم يديروه من ضمن سياساتهم واولوياتهم. احمد سلام يقول شكرا لك الضيف الكريم، ما هو تفسيره للمشاركه الواسعه من طرف الطيف السياسي بقطبيه المعارض والموالي، وكيف يفهم غياب حركة العراق وزعيمها من المسيرة وعدم ذكرها ودعمها ولوجودها؟ شوف نحن الطيف السياسي كامل اللي نختاره نحن انه يعود مشارك لانه اقتنع بالفكرة، لان الفكرة فكرة وطن، ونحن دائما نروق لها الجانب الايجابي. يا غير ذا مولي ما يرخي حد الوذن حماره، نحن عندنا مشروع وعندنا خطاب، وقته الناس ماشي معانا فيه هي نختاروا. يا غير مولي اذا ما يرخينا احنا لوذن ذاك المشروع اللي حاكمين اللي راجين على ان ذا المشروع يتواصل لين يتغير ذا الواقع. الشق الثاني من السؤال، لماذا غابت حركه اراء وزعيمها وعدم ذكرها ودعمها ولوب البيان؟ شفت هو فم روايه يا الله الموريتاني يفهموها على ان ذا اللي قالوا الميثاق جاء إياك على أنه يطرح مشكل الحراطين ويطالب بحلها، مشكلهم في التعليم، مشكلهم في الصحة،
مشكلهم في منح القروض، مشكلتهم في منح الصفقات. أكثر كيف شباب الصفقات؟ ما ممكن تجاوب عليه. الصفقات اللي تمتنع. سيدي سيدي الوقت ما في باقي عندي لا عند قدر الناس. أستاذ خلينا بعد نطالبوا بعد على الصفقات اللي تمتنع عن بعض باسم موقع مكانته الاجتماعية. على الأحراطين هم زادهم يتحدى لا يتم يعطيهم صفقات بحكم التمييز الإيجابي ويخلق منهم طبقة اقتصادية لا يتعود عندها آثار إيجابية على هذه المكونة. ياك نبدأ نعدهم اللي تم إيجابي صالح الأسئلة. الأسئلة زادهم طارحين قضايا مهمة. مرحبا. سيدي ولداه مسوين لماذا ميثاقين؟ ما يقد يعودوا ميثاقين لأن هي فكرة واحدة. وما دامت الفكرة موحدة لا يقد حد يشوف على أن هاي الفكرة نقدانا نحققها إلى خلط من إله. وتشوف انت على انك قد تحققها الى خط منها غير ميثاقين. في ميثاق يا راس الموريتان. ايه الموريتان في ميثاق يا راس محمد فالد هنضيع وكل سنه كلهم يعدل المسيره هو الناس الناس كامله رافعه شعار الانصاف الاحراطين والموريتان يعرفوا الميثاق منين. شيخنا يقول من اول سنه شاركت والان كذلك والمسيره هي فقط أضعف الإيمان وليست جدوى مطلقة أن مسألة الحقوق الأكبر للمواطنين مظلومية أي نحن الحراطين نقول ثم لشركائنا في ظلم السياسي الناتج عن الفشل الذريع المزمن مشروع الدولة الوطنية تتطلب ردة فعل كالتي في الجزائر والسودان. شوف هذه المسيرة البعض يقول عنها بإعادة نشاط وتوف احتفالي استاذ ماراثون رياضي استاذ وعنه قضية الحراطين ما تقدر تنحل المسيرة استاذ يقول لك أنه تحتاج ثورة تحتاج شيء استاذ عميق استاذ انت على ان حد يقعد مجموعه وتشخص مشكلته وتسطرها في وثيقه وتقد تقنع عليها شركائها في الوطن ويمشوا في مسيره وطنيه من اجل حل هاي المشكل هذا بحد ذاته مكسب وطني له الموريتان راجين على انه يعود عاد عيد وطني يخلدوه الموريتان فترة يعود موريتان ما فيها ظالم ولا مظلوم ولا فيها غبن ولا فيها تمييز ولا فيها التمييز والناس كاملة مفتوح لها التعليم وتقرأ في قسم واحد وصلت الحلقة البيضان والكوار والحراطين يعود ما فيها الظلم. بهذا الرجاء وهذا الحلم الجميل يبدو أن الحلقة توصلت إلى نهاية راجل أنه يتحقق. شكرا جزيلا. مرحبا بك استاذ جديد لكم الشكر على المشاركه معنا في حلقه اليوم. مرحبا بك استاذ. كما نشكر الطاقم الذي اسرف على انجازها والشكر جزيل متجدد لكم مشاهدينا الكرام الى حلقه قادمه نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله. مرحبا بك استاذ.